هني عالتش الكعبة. من مكاني هذا أحب أبارك للكعبة بميلاد أمير المؤمنين داخلها. شو ضشتوا؟ هم مو يقولون هاي مو فضيلة للإمام لأن الكعبة كانت مليانة أصنام؟ وين الأصنام كانت هناك؟ داخل الكعبة وحول الكعبة وفوق الكعبة. فهل من الشرف لعلي أن يولد بين الأصنام؟ هذا ليس بشرف. يعني تخيلوا ياي لا قدر الله اجوا الهندوس طبوا المكة واحتلوها وجابوا اصنام الهتهم كريشنا وشيفا وخلوها بداخل الكعبة وفوقها. فحسب كلام اللي ظهر بالفيديو انه بهالحالة الكعبة صارت مو مقدسة وبقت مجرد طابوقات عاديات، وممكن يقول خلي نغيرها ونرجع نصلي باتجاه فلسطين. دقيقة، انت بس لا عبالك انه الكعبة اختراع واخترعوه بزمن رسول الله، ترى الكعبة المشرفة موجودة من زمن النبي آدم، واجا النبي إبراهيم وجدد بنائها، وهالبقعة المقدسة مختارة من قبل الله من بداية الخلق، فهذا المكان الطاهر وقبلتنا الوحيدة لم يولد فيها سوى الأول والآخر أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام. ماذا نسمي من يخالف أو ينكر آيات الله سبحانه وتعالى؟ أكيد راح تقلي كافر. زين شوف لهاي المقاطع. بالأخير شئتم أم أبيتم وحدك الفاروق الأعظم يا علي، علي أول علي آخر. هذا الشخص انطى صفات الله سبحانه وتعالى للإمام علي وخالف القرآن، فشنو راح تسميه؟ أكيد راح تقلي كافر. عود ليش سهلة عندكم هيك تكفرون الناس وتسووهم مشركين؟ ترى صفات الله وهالكلمات ممكن تطلق للإنسان العادي، فعلي هو أول من آمن برسول الله فأصبح الأول، وهو آخر من بقى معه حين استشهاده فأصبح الآخر. يعني من نقول فلان عالم ومن أسماء الله العالم، يعني هنا صرنا مشركين؟ قطعا علم الإنسان مو مثل علم الله، لكن لضيق اللغة احنا دا نستعمل نفس الكلمة. من نقول مثلا حيدر اللطيف المؤمن الخبير الغني معناها صرنا كفار، لو معناها تفكيرك سطحي ويكفر الآخر بمجرد شنو؟ والله ما افتهم السالفة. بالأخير شئتم أم أبيتم وحدك الفاروق الأعظم. لا نرجع شوية. صاير الصديق الأكبر يا الولي فاروق، تظهر الحق تكشف الباطل شغلك الشاغل، وحدك الفاروق الأعظم يا علي، علي أول علي آخر، علي باطن علي ظاهر، علي شاهد علي ناظر علي حاضر.